طيب في عندنا كمان المهندس خبر حلو ده. المهندس طارق أبيل وزير الصناعة قال الحكومة النهاردة وافقت في اجتماعها على اتفاقية إقامة المنطقة الصناعية المصرية الروسية بشرق بورسعيد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقال في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إن الاتفاقية ستعرض على مجلس الدولة ومجلس النواب، وأشار إن حجم الاستثمار الأولي في هذه المنطقة 190 مليون دولار، وإن المنطقة بالكامل بعد انتهاء إن شاء الله هتكون في حدود 7 مليار دولار. دي كلها محترم. أخبار كويسة طبعا. يا رب إن شاء الله تتم على خير.